السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن محسن من هندسة مدنية سنة رابعة من فريق CF Team. اليوم راح نعمل لكم فيديو صغير نقدم لكم فيه كيف تسجلوا مواد، كيف تعدلوا الجداولكم إذا فتح عندكم السحب الإضافي، كيف تعرفوا الدكاترة وكل هاي الأمور اللي إحنا راح نحتاجها خلال مسيرتنا الجامعية من هنا نتخرج. أول إشي إحنا بعد ما دفعنا وسجلنا كل إشي أعطونا رقم جامعي وأعطونا كلمة سر، فإحنا شو بنعمل؟ نمسكهم نحطهم هون، طبعا الموقع اللي إحنا بنشتغل عليه sis.yu.edu.jo، نكبس عليه بيطلع لنا هاي الصفحة، بنحط الرقم الجامعي وبنحط كلمة السر. عملتهم طبعا انت بكلمة السر كابيتال، اسمه العربي انجليزي وهكذا، المهم الكلمة اللي اعطونا اياها نحطها زي اي موقع تواصل اجتماعي. بنفوت دخول، الاشارات بتطلع هاي دايما اهملها ما بدنا اياها. هسا بنفوت نظام معلومات الطلبة، في عندي هون اول شيء الفصل اللي انا فيه، طبعا احنا هسا بنسجل الفصل الاول 2020، فاحنا بنروح على الفصل الاول 2020. هسا اول شيء هذا الموقع الخانات فيه هاي كاملة، احنا بدنا نشوف خطتنا، دائما احنا بنعملها خطة شجرية، اذا ما بدك تشوف خطة شجرية بتقدر تشوف الخطة اللي هاي. طبعا انا هون المتطلبات، في عندي متطلب جامعة اجباري، في عندي قسم اجباري اللي هي مواد تخصص، في عندي كلية اجباري زي مواد العلوم، في عندي جامعة اختياري اللي هم الحرات، طبعا هذول متطلبات الجامعة، وفي عندي قسم اختياري هذول لقدام ما بنشعرهم، وفي عندي خارج خطة لغاية التحويل ما عندنا خارج خطة، فهذول مجموعهم كامل 167 ساعة. فأنا مثلا بدي أسجل مادة جامعة إجباري، بفوت على التفاصيل، بفوت مثلا بدي أنزل واحدة من هذول، طبعا احنا لغة عربي استدراكي، مهارات حاسوب استدراكي، مهارات لغة انجليزي استدراكي، هذول هم امتحانات المستوى، إذا نجحت فيهم راح يعطيني إنه درستهم وما بقدر أعيدهم، أما إذا يا سمح الله رسبت فيهم بسجلهم، لازم أسجلهم قبل ما تنتهي السنة الثانية، يعني لما بتفوت على سنة ثالثة لازم أكون مخلص كل الاستدراكيات. طيب أنا مثلا بدي أنزل جدولي عربي إنجليزي مثلا فيزياء كالكولوس، بروح هاي العربي اسم المساق لغة عربية واحد، شو بعمل أنا؟ بكبس على تسجيل، طبعا رمز المساق AL، هاي كيف بدي أعرف رمز المساق لكل مادة، وفي رقم المساق 101، فبحط أنا تسجيل بفوت لي هون. بس اذا ما بدي اعمل زي هيك عادي عندي طريقه ثانيه، في عندي اني بفوت على تسجيل المواد مش على الخطه الدراسيه وبحط AL101. هسه بدي اشوف الشعب المفتوحه، شو بعمل انا؟ بكتب رمز التحقق 17600، بحط ايش؟ الشعب المفتوحه، فهذول الشعب هم اللي فاتحين، اللي طبعا الطلاب المستجد لهم شعب اكثر، يعني احنا شعبنا غير والطلاب المستجدين غير، فبكون عندي شعب كثير، مثلا شعب 17 انا بدي اسجلها، بحط شعب 17 وبحط 9 1 4 3 2 وبحط اضافة مادة. طيب فرضا انا بدي اسجل بشعب 16، طب شعب 16 مش هون، شو اعمل فيها؟ بكل بساطة بتكون مسكرة. طيب انا كيف بدي اعرف اسم دكتوري؟ كيف بدي اعرف المواد؟ بكل بساطة بفوت على الجدول الدراسي، بفوت هسه في عندي انا بدي اسجل احنا طلاب هندسه مدنيه، فعندي مواد التخصص بتكون بالحجاوي بتكون بقسم الهندسه المدنيه، بكون هذول كليات مواد التخصص اللي هم اسمهم كان بالخطه الدراسيه كان اسمهم قسم اجباري. طب انا بدي جامعه اجباري من وين الاقيهم؟ بكل بساطه في عندي الانجليزي والعربي بيكونوا مركز اللغات، انجليزي وعربي بيكون مركز اللغات، وبكون عندي بدي لغه عربيه بحط لغه عربيه وبحط بحث، فأنا بدور على AL، طبعا هاي الاستدراك، طب أنا ما بديش زي هيك، بدي بس يعني أعمل فلتر إنه يدور لي بس على 101، بحط له AL اللغة الإنجليزي AL، ننتبه الرموز كابيتال، وبدي 101، بحط بحث، فأنا عندي فعليا بس شعبتين فاتحين، عندي شعبة 17 وعندي شعبة 18، بس لأني أنا مش مستجد طلع لي هيك، لو إني طالب مستجد بيطلع لي شعبة 1 2 3 4، فمن خلالها بعرف اسم الدكتور، اسم الدكتور مثلا هالة الحمد، فأنا بدي أسجل عند هالة الحمد، بحط تسجيل المادة وبحط كود التحقق 6 7 5 2 3 وبحط إضافة المادة. هاي أول شيء كيف وأنا ألاقي العربي والإنجليزي، هاي العربي وهاي الإنجليزي، وهون بغير رمز EL. طبعا كيف عرفت رمز الإنجليزي EL؟ احنا بنكون معطينكم إياه
أو بتفوت على الخطة الدراسية الإنجليزي 101 اسمها EL ورمزها 101. طيب بدي أفوت أنا هسه أبحث عن مواد الكلية إجباري. مواد الكلية إجباري هي عبارة عن مقدمة في الهندسة، عندي كيمياء، عندي مقدمة برمجة، تفاضل وتكامل. إحنا بدنا ننزل بس تفاضل وتكامل واحد اللي هي Calculus 1، وبدنا ننزل فيزياء عامة واحد اللي هي فيزياء 101، وبدنا ننزل كمان كيمياء 104 للي بده ينزلها. احنا اعطيناكم تداول بس، يعني هاي المواد اللي بنزلها عادة اول فصل، مادتين منهم او مادة واحدة. بروح على هون تسجيل المواد او على الجدول الدراسي، ما بفرق معي. الجدول الدراسي بروح له على العلوم، بدي اسجل فيزياء بروح على قسم الفيزياء، وبشيل الفلتر اللي كنت حاطه قبل وحط له بحث. فانا بروح بدور على الفيزياء 1. طبعا الفيزياء 1 انا ما عندي لاني مش مستجد، اني انا مش مستجد ما طلعت لي فيزياء 1، لاني انا يعني هي عادة مش هيك، بس دائما بالفصل الاول بتصير هاي المشاكل انه ما عندي فيزياء 1. فلو فرضنا انه الفيزياء 102 هي فيزياء 1، فبعرف انه هذول هم الدكاترة. عندي مثلا مدرس مهدي لطايفي، نياد طشطوش، عبد الله الشريف، منال العلي، محمد رضا، وهكذا. هذول الدكاترة بنزله، بحط تسجيل وبكمل. طبعا انت من نوع 101 مش 102، هاي للمستجدين. طيب بدي كيمياء، رمز الكيمياء قبل شوي طلعنا من الخطة الدراسية، رمزه كيمياء 104، ننتبه مش 101 للكيمياء. نحط الشعب المفتوحة، بكون في عندي شعب مفتوحة. أنا هسه التسجيل الشعب مسكرة فما عندي شعب. طيب بدي كالكولاس 1، كالكولاس 1 رمزها ماث 101 5 8 3 0 3، ببحث بكون في شعب. هسه لأني مش مستجد ما في شعب. طيب هيك كيف نسجل، كيف عرفنا رموز المواد وشو المواد اللي بدنا نسجلها. طبعا من الخطه الشجريه نعرف شو المواد اللي نسجلها، او هم بقول المتطلب السابق ان بدنا ننزل كالكولس 2، المتطلب السابق لها كالكولس 1 اللي هو ماث 101. كيف عرفت انه ماث 101 هي كالكولس 1؟ لانه بطلع الرموز هاي ماث 101 هي الكالكولس 1. طيب ظل عندي الحرات، الحرات اسمهم جامعه اختياري، جامعه اختياري بفوت. فهاي مواد الجامعة الاختيار، في عند السياحية والنظم واللياقة والإسلام والفن وهكذا. أسهل مواد حرة ثقافة سياحية ولياقة بدنية، وعندي إسلام فكر وحضارة، وعندي جغرافيا الأردن، وعندي تاريخ القدس، وعندي نظم إسلامية. حكينا هذول أسهل مواد حرة، الباقي لا تقرب عليهم إلا اضطريت، لا تقرب عليهم. هاي أسهل مواد الحرة. كيف بدي أسجلهم هايهم؟ طب كيف بدي أعرف أسماء الدكاترة؟ كل بساطة بروح الجدول الدراسي. في عندي نوعين من المواد الحرة، في مواد قسم العلوم اسمهم الملصقات الخدمية العلمية، فهي بعرف أسماء الدكاترة الفاتحين وأسماء المواد الفاتحة. أنا ما عندي فاتحة لأني كرر مش مستجد. وفي عندي الآثار والإنثروبولوجيا، عندي الملصقات الخدمية طبعا لأني مش مستجد، بيطلعوا المواد الحرة الثانية. فأنا كأول فصل بنزل مادتين إجباري كلية اللي هم كالكولاس 1 وفيزياء 1، واللي حاب ينزل كيمياء بنزل كيمياء، اللي ما بده بنزل بدالها إجباري، جامعة إجباري بنزل بدالها حرة. هاي إذا بدي أحول مثلا، أنا بدي أحول لهندسة مدنية، فبحط هندسة مدنية إدارة إنشاء، وبحط بحث بقول لي أنت لما إذا بدك تحول لهندسة مدنية لازم أسجل هذول الثلاث مواد وأجيب فيهم فوق 70 أو ناجح راسب إذا كان خيار ناجح راسب بنفعل، ولازم يكون معدلي جيد جدا و30 ساعة قاطع. في عندي هون معلومات الطالب، بعرف اسمي، بعرف متى التسجيل الأول إلي، متى التسجيل الثاني، متى السحب الإضافة، بكون معلومات خدمة العالم إذا إني ذكر، بكون معلومات البعثة، المكرمة معلمين وهكذا. هون إذا بدي أعرف كم بدي أنزل، مثلا أنزل 15 ساعة بقول له استعلام، المبلغ المطلوب 750 بس رسوم الخدمات 48، فأنا مجموعي 48. طب ليش هذول مجموعهم مش 48 دينار؟ لا، أنا لأني مكرمة معلمين رسوم الساعات مدفوعة جاهزة، لو إني مش مكرمة بكون محطوط 798. في هنا السجل الأكاديمي ببين شو المواد اللي أنا نزلتها، كم علاماتي وكم معدلي التراكمي وكم الساعات اللي قاطعها. في عندي هون اسم اللغة الإنجليزية، عنوان ومعلومات الطالب ممكن نحتاجهم. إذا بدي أقدم طلب طلبات غير مكتمل، إذا بدي أقدم ميك اب مثلا، امتحان ميك اب بقدمه هون، سأل الفاينل غالبا مش بس مش للفيرست سكند. وباقي ما بحتاجه، اتوقع حجز امتحانات المستوى ممكن. فهاي اغلب الاشياء اللي نحتاج الموقع، تسجيل المواد اهم اشي، اسجل المادة واحطها بتطلع معي على الجدول. انا هيك جدولي،
بدي أعدل عليه، بحط مثلا بدي أسحب هذا المختبر، بحط عليه صح وبسحبه وبرجع أنزل بداله. إذا كانت الشعبة فاتحة بقدر أعمل إيديت وببدل لأي شعبة بدي، بدي شعبة واحد، شعبة اثنين، شعبة ثلاث. طبعا أنا بشوف شو الفاتح، بشوف مثلا سي إي 405386، بعرف إنه الشعبة الفاتحة عندي شعبة واحد شعبة اثنين. مثلا أنا بدي أنقل لشعبة واحد، بقول له إيديت، بقول له شعبة واحد وبحط له تغيير. يعني أهم شيء كيف نعرف اسم الدكتور من الجدول الدراسي؟ بدي علوم، فيزياء، كيمياء، بعرف اسم الدكتور هكذا، ياسر الحاج فاضل الوديان. طيب بدي العسكرية والوطنية كيف دروا عليهم؟ العسكرية بفوت على العلوم العسكرية والعلوم العسكرية. فأنتوا عندكم ملت 100، هل الطلاب 2018 ما قبل، طلاب 2019 ومن بعد، يعني أنتوا المستجدين لكم مادة ثانية اسمها رمز ملت A أو ملت 100A، بتشوف اسم الدكتور ومثل ما بيناسبك. إذا بدك وطنية بتفوت على الآداب قسم العلوم السياسية بتلاقي الوطنية بي اس 102. هاي كل الأشياء اللي بنحتاجها في التسجيل كأول فصل في الجامعة، ويعطيكم العافية.